والداعين بدعوته والسائرين على منهجه وشريعته، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم عبادته وكثرة مخافته ودوام مراقبته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الحق سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. براد بسلمان خشكت بسلمان في رجاء مباريدا رجائيني كون بنا بسلمان في مال خدي تعالى أم دعاش خدي تعالى كين رب العالمين أحمي مهم يبة رحمي في أمة تبة رب العالمين قلنا هيك مهم يبغفر إن شاء الله تعالى ورب العالمين توباك رصد ويعد رصد كتر رصدين هم يان أم بجن توبة دار وبمرن سر توباك رصد ودرست إن شاء الله تعالى أم دعاش رب العالمين كي رب العالمين دينما بارزة ودنيا مجي بارزة عقيدة مو إيمانا مو إسلاما ما بارزة ولاتي مجي يخاص كردستان عراقي يعام وطني بسلمانا روش هلطي حتى روش أبوي رب العالمين بختب بحماية خدا أدبن حفظ خدا رب العالمين بكرم أخو وفضل أخو أظن أخو شبنا بسلمانا دان الهمي عردان وخاصة العراقي رب العالمين نهيلت إن شاء الله تعالى رب العالمين فرجك وشفاك وعلاجك ودرمانك أبو مصيبة أفريكة أو قادر أو يبيتشت بت يوم دعايا أم دعاش خدي تعالى دعاية قبيلكة دعاية ما ترازدين أم ترازدين وأم جي ترازدين حتى رب العالمين دعاية ما قبيلكة ورب العالمين أفان عراقية هم يا أولي كتنكو جبيركا خلافات يد معنا يدنا مسؤول يد سروبن كو هرجي أوجي توفجينا كي كبنا برستي ونيار خدي تعالى نيار بشريتي أبيت وكو حشر شرانيتك وبلبلاء كذات كان الناب السلمان هذا دعاش خدي تعالى كان خدي تعالى مهم يقاهم كان سر إسلامي وسر إيماني دعاك خاص أن كان خدي تعالى سبحانه وتعالى رب العالمين هاري كاري جحيلة مرت أفان جنجا قاهم كان سر إيمانا وان استقاما وان وشوان بن أبيت وكو رب العالمين مدحة جحيلة كريو بيغنبري صلى الله عليه وسلم قالك حاجة كريو هردي سمحت وان كي جهي ومتحينا وجهي وينك وجافدان هادة بوفن جحيلة ورب العالم خاصة بوفن جحيلة طلبان اقتابي أبلك وكتشا جهي خاندني رب العالمين وان مجدك تسر خاندنا وان وخاندنا وان ياريكو بيك بت إن شاء الله جهي نجاح بت أو نجاح وان ذيتن يعني درجة بلندين والكليات تباش بينا قبل كن دا أخلمتا ديني خوجي بكن او خلمتا وطني خوجي بكن ديني خوجي بارزن وطني خوجي بارزن چنك أباش ثوابتت أمتنا بارستنا ديني بارستنا وطني أبا ثوابتنا مساومت قلنا اتكرن بيت بنا بارستن فرب العالمين أبان جحيل بك قدر قدر خوك أو بري مهم رب إن شاء الله تعالى وخاصة رجعك حناتنا طلبتك انصرافت كان بو امتحانات البكالوريا صفوفت منتهي لها ما مراحلة شراوضة بقرا حتى دي مهي حتى مراحلة دراسات عليا يا بالا رب العالمين موافقة إن شاء الله تعالى جنجو جحيلت ما وبارزت فان 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 مزالقاء بيت وكو هاكي غدابوانكو يعني استيادوان بكانوا انحراف بكانوا عياذ بالله رب العالمين بارزت إن شاء الله تعالى وأم دعاش خدي تعالى كين رب العالمين ديكو بابت فان جحيلة تبقى هنا تنظانة آية مسؤولية وان شدر حق عيالي دا وان مروفة با ايوان مروفة تبقى هنا اوي وكو اذمر اذ جحيلة شنا بردستت وان كو إدارات يد كلياتنا وإدارات مدارسنا حتى روضة اوش خدي تعالى بترسن بري فان جحيلة أبدنا ويريكي يا خدي تعالى حاجة كتن
ويكو فايدة دين ما تدابت ودنيا ما تدابت نفايدة انحرافات وخاتئة تدابت رب العالمين عيال ما إصلاحك إن شاء الله تعالى ومجي إصلاحك رب العالمين أبت عمرجي أو إن شاء الله رب العالمين بتابع حشتي وساحة أخوشكة آخر دعاء أن دعاش خذي تعالى كين رب العالمين سلامتي وشفاء بو نساخو بلندارة مفكة ويت أمتما الهمي عرضا وخاصة أبت وكو طلب دعاة ودخز دعاة كان أيت سلامتي وشفاء وإصلاح رب العالمين طلبات مهمية أبو ما جهبنت إن شاء الله تعالى ما بجيرة أم مخلص بين طرح خدا أم مخلص بين عبادات خدا أم مخلص بين دعاء خدا دا خده تعالى الهوارة ما بيت رب العالمين تهوارة ما بيت دعاء ما خده تعالى وكو رب العالمين طلبات ما أبو ما بجهبنت أبيت مثلا حتى ديني ما تدا ودنيا ما تدا آمين يا رب العالمين بسلمانة عزيز بشكل دريج من الدعاء بس ما ديت قالك وفرزة شنكي يا فرة شنكي أزمات نأزمك وإنما أزمات وكارثنا يبصر مذاتين أخاري وما جهجينينا يلا يلا أبي بخينة متابعيك ديزانة آية خطر شندا على يتحال بسلمانة عزيز خطبة شويدا عنوان ما أبابه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده والله أدب احترام درهق پیغمبر حبيب صلى الله عليه وسلم صميم عقيدة ميا وإيمان ميا وإسلام ميا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شطرة دوية بارشة دوية كلمة الشهادة نبيت بسلمان حتى أبا أدبجر بأظانه ودليه خبابك إذن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذوك يعني هر السر في بابتي بس ما قلتي قالك هندك خطبة هذا خاندني سر آية علامة أدب واحترامات شنا قام قال بيغمبري صلى الله عليه وسلم كربينين دشر مزانبين رجا محشردا دا أمنا إن طرد كرن الشفاعة بيغمبري صلى الله عليه وسلم تنكي أم أفي الذي دعاء معه يا ربي يا ربي تمجهني يا بيغمبري صلى الله عليه وسلم تشفع تويك يا رزقي ما ثم حب تويك الذلي ماذا الدنيا دا داريك أخو برزانكين والبن دنيا تو شفع تويك يا رزقي ما وما بجهني يا الفردوسي إن شاء الله تعالى أبا ما طلب ما يأخذ شاهدا يعني ما أبد فتن يعني ما هذا نويذا وإنما أبي هدف بصلمانا الذين يعني سر موضوع التحذير من الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر عن بحث أدبي بكين قال بيغمبري صلى الله عليه وسلم ده بالمقابل بحث باحترامي بكيماسي بيتا كرني أتدرهق بيغمبري ده صلى الله عليه وسلم آية خيرا وكندا من براس لنسر أدبي أو خد تعالى نشامدا درحقا رموزة مدى درحقا أئمة وأنبياء وقادة مدى خيرا وكندا كأم احترام وأدب قلبكين أري باشا قلنا هاويتيا وقت أم باحترام يبكارتينين درحقا رب العالمين ده سبحانه وتعالى كارثية عن درحق بيغمبري ده صلى الله عليه وسلم إساءة يعني باحترامي يعني سوء الأدب وسوء يعني احترام كما سي أن نقصك أن إلى آخره في بابتي يعني بتسر هزر أمروفي أن مرفكار بين درحق بيغمبري ده صلى الله عليه وسلم آية خطرويتيا بيتي تسر ما آية قلنهاويتيا بل كعقوبات يا ده بتأذي مروي تليك كان أبي هوسا أجر أفراد أجر جماعات أجر حكومات أجر شعوب أجر بشريات بتن هني آية قلنا هوانش عقوبة وانش يا طبيعي الفيني إيش نوعك يا إسرائيل در حق بيغمبري ده صلى الله عليه وسلم في جري نوعك يعني باحتراميته در حق بيغمبري ده صلى الله عليه وسلم طبعا موضوعك عقيدية يبيرو باوريانا بيت معاقه جهريت قهمالي بتلو وامزانين آية واجبه ماتشيا ايك شوان قالي بسلمانا الاستهزاء بالله عز وجل او بالرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم
أو بالدين الذي أنزله الله على رسوله للبشرية. يعني منها مهندبه يعني ترونات بيكرن درهق رب العالمين ده سبحانه وتعالى خطرة أن درهق بيغنبري ده صلاف والسلام سلامة خده تعالى البيغنبري بن أن درهق وديني ده أو رب العالمين اختيار كريو هل بجارتي فري كريو سر بيغنبري صلى الله عليه وسلم و بيغنبري جهان جمع و او دين عبارتش قرآنية و حديثة صحيح. يعني ترانا بيكرن استهزاء سخرية كماسي الدرهقاء ذيدا چين يعني جدا ام هزلا يعني ابي بان اخناف كتن چي مجد بتن چي صحبت